الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قالت حكومة كردستان العراق أنها حصلت على تأكيدات من الحكومة في بغداد لمواصلة إرسال رواتب موظفي كردستان البالغة 200 مليار دينار. وقال وزير المالية في حكومة كردستان العراق أواد شيخ جناب أن الحكومة في بغداد أصدرت قرارين بإرسال 200 مليار دينار لتمويل رواتب الموظفين في كردستان. أغلق مؤشر البورصة العراقية على انخفاض بنسبة تصل إلى 0.17% متوقفاً عند 597 نقطة. وقال سوق العراق الأوراق المالية أن عدد الأسهم المتداولة بلغ 798 ملياراً و 683 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 561 ملياراً و 611 ألف دينار العراقي، تحصلت من إبرام 296 صفقة شملت 20 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة. وبموجب المؤشر انخفضت أسهم 8 شركات وارتفعت أسهم 5 أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار أسهمها. في العراق أعلنت جمعية مصدري الأسماك والمنتجات الحيوانية في بحر إيجا أن العراق حافظ على مركزه الأول كأكبر مستورد للمنتجات الحيوانية التركية خلال العام الحالي. وقال رئيس الجمعية بدري جريت أن العراق استورد منتجات حيوانية بقيمة تصل إلى 334 مليون دولار، فيما تم تصدير ما قيمته 196 مليون دولار إلى روسيا، فيما جاءت إيطاليا ثالثا بمبلغ 108 ملايين دولار. وأشار جريت إلى أن قطاع المنتجات الحيوانية قد وصل إلى هدفه التصديري البالغ 2.5 مليار دولار بنهاية عام 2020، متوقعا أن تصل الصادرات إلى 3 مليارات و250 مليون دولار بنهاية العام الحالي. تراجع عجز ميزانية الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة تصل إلى 21% عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت وزارة المالية الأردنية أن عجز الميزانية قبل المنح الخارجية بلغ ملياراً وسبعة ملايين دينار، فيما بلغ العجز بعد المنح الخارجية بلغ 521 مليون دينار حتى نهاية تموز الماضي بنسبة تراجع بلغت 58% على أساس سنوي. وعانت الحكومة الأردنية خلال العام الماضي من ارتفاع الإنفاق العام وتراجع الإيرادات المالية بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا وغلق غالبية المرافق في المملكة. هذا وارتفع النفط في بداية تداولات الأسبوع على وقع إشارات تدل على أن سوق الخام تضيق بسبب أزمة الطاقة العالمية. وتجاوز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 دولارا للبرميل بعد سلسلة مكاسب لخامس أسبوع على التوالي، بينما سجل خام برنت أعلى مستوى منذ تشرين الأول من عام 2018 عند 79 دولارا، واقتربت المخزونات الأمريكية من أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات. وفي الوقت نفسه يبدو أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيقود الطلب على النفط مع استبدال المستخدمين للوقود. قررت الحكومة البريطانية منح ما يصل إلى 10500 تأشيرة عمل مؤقتة سعيا منها للاستجابة للنقص باليد العاملة، وهو يمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذه التأشيرات التي مدتها 3 أشهر وتبدأ من تشرين الأول إلى كانون الأول المقبلين أن تعوض النقص الكبير في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسة في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن. إلى اللقاء.